السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ رجعنا في فيديو جديد، حلقة جديدة عن محاكي المزرعة. بعد انتظار طويل مثل ما وعدتكم راح ننزل عن تربية الحصى. طبعا تربية الحصى ما كنت متوقع لها الدرجة هي ممتعة صراحة، ولبين ما تعلمت كل تفاصيل واي اشي ارخص ممكن ارخص سعر ممكن توصل له لحتى تقدر تبني فيها المزرعة وتربي فيها عشان تستمتع، حاولت ضليت تقريبا عم بتدرب فيها 7 ساعات تقريبا. المهم راح تشوفوا هلا زبدة ال7 ساعات بعشرين دقيقة إن شاء الله. فيديو مختصر رح فرجيكم شلون الحصن، شلون رح أجيبهم، شلون رح أربيهم، وكل التفاصيل بمزرعة جديدة للي عنده مزرعة بده يبني، أو إذا عنده مثلا مزرعة بده يتوسع، أو بالإضافة اللي بس بده يبلش باللعب من جديد على مزرعة تربية حصن. مشاهدة ممتعة لنهاية الفيديو، أهم شيء ما تنسى تحط لايك والاشتراك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا رح نبلش من الأول، إنه ما معي مصاري إنه بالمزرعة اللي أعطوني إياها البيت والأرضين، بس رح أبلش فيهم، رح أبلش فيهم بهدول الأساسيات اللي بيعطوني إياهم، ورح أورجيكم إني بجد إذا بلشتوا فيهم وبالأدوات اللي عندكم إياها اللي أنتم كل الناس تبلش المزارع بنفس السيستم وتحطوا جنبها مكان لتربية الحصن، جد خرافية. لأنه أنا اليوم أكثر مرة أستمتع بلعبة المزرعة، يعني 7 ساعات ونص ما مليت ابدا من اللعبه. تخيلوا 7 ساعات ونص وانا عم بلعب اللعبه، وهلا كمان يعني تقريبا في عندي شي ساعه تسجيل، 7 ساعات ونص وانا عم بلعب لعبه وحده من دون ملل. تمام، هلا هو بدي يعطيني برنامج تعليمي ما انا فيه. هلا تنزل معك شوف، نحن بلشنا من اول وجديد بشكل كلي. طبعا قبل ما ابلش بس خلينا نحط كم، اول شيء نوقف الوقت لانه ماشي على الساعه 5، خلينا ننزله. تمام، هي اهم شيء. بعدين نكبس حرف البي، بدي احط كلب هون لانه الكلب طلع يونس الزلمه هذا، هو تاع هون. ايوه طيب خلص، هون حطه موقع كتير ممتاز. تمام، رح ناخذ طبعا هون رح نرجع نشرح لكم، هي تبع الدجاج بعدين نشتغل فيه هون. هي تبعت ايش؟ هي تبعت الكور، هو البقر الكورس. هذا تبع الحصن، هذول تبع الحصن، هذول تبع الخنازير ما انا فيهم تبع الحصن. طبعا الحصن في عنده 50,000 وعنده 95,000. هذا بيسع 16 وهذا بيسع 8 حصن، نحن ناخذ ابو 8 حصن نختاره. ايوه نجي هلا بدنا نحطه مثل ما انا حطيته هنيك تماما. ضليت ساعة كاملة وانا عم بحاول تقدر احطه، خلاص حطه هون. تمام خلاص هيك ممتاز. تمام هاي اول اشي، بس خلينا ننتقل على الآليات ونشغلها. طبعا هذا اللي عم ينكب رح نستفيد منه هلا، نشتري اورجيكم ايش رح نشتري، بس خلينا نشغل الآليات عشان نعرف ايش بدنا نسويها. انت قرب لي شوي هون. تمام وبلش الشغل بهاي الارض، رح ازرع فيها اكل للحصن. ما رح اشتري هلا لاني بما اخلص كون كون جهزنا اكل الحصن. هذا هو اكل الحصن، هو اسمه اوت، شايفينه هو اسمه اوت. فراح اجهز صفها بمكان بحيث فورا نقدر نبلش. طبعا انا بكل ارض ابلش فيها، طبعا في شغلات بضيفها اذا انتم حبيتوا تسالوني عنها مستقبلا، مثل البخاخ هذا المغسله شلون اذا شفتوا انتم فيها قبل مشان تحطوه مشان تغسل فيها الاليات، بس ما راح احطه حاليا لانه ما بدي اروح مصاري على الفاضي. خلينا هلا نروح بعد ما حطينا. هلا طبعا نحن بنحتاج لنشربهم مي، بس خلينا نوقف هون نشوف ايش بدنا نجيب. شوفوا هون مكان الاكل، تمام هن بيحتاجوا هيل وعشب وهي مي، وهون بدنا نحط من هون ما ينحط مكان العشب. تمام هلا قبل ما نجيب خلينا نكبس بيت. طبعا نحن بنقدر نشتري ماكينات، بس خلينا نشوف ايش قد حق الماكينه هي تبعت نقل الحيوانات وينها. هون هاي لا طول بالك. هلا اول شيء بدنا هاي من 25,000 حتما. تريد تشتري هاي اذا انتم بدكم، اذا بتفكروا تربوا بقر بالمستقبل اشتروا هاي افضل لكم، لان هاي بتحفظ المي والحليب، تقدروا تنقلوا فيها الشغلتين. اما انا ما راح اربي حوالي، انا راح ازف التسييف بعدين وبدي اوفر مصاريف، راح اشتري هاي، راح اشتريها الى اشتريها بعدين نشوف الشغلات الثانيه اذا بدنا نستاجرهم. تمام وراح احتاج لهي الماكينه كمان، هاي الماكينة مشان ترش القش. طبعا معناته قلت لكم اشتريت المودز هاد، اتوقع هو راح يفيدني فراح اشتري كمان. مش هذا فيه مشكلة، المهم راح نشتري هذا كمان المود. وراح نشتري ايش ما راح نشتري،
طبعا في كمان عندك انتهاد المود تقدر تستفيد منه، نفس مبدأ هاي تماما. هاي اذا انت ما ثبتت المود تقدر تشتري هاي الماكينة نفس الشيء. بس شوف مشكلة بيتكوين هون، لازم اف زد 30 او اف زد 60. اف زد 30 او اف زد 60 بتجي هون على التولز. هاي شوف اف زد 30 اف زد 60. طبعا اف زد 60 بتركب على التراكتور الاكبر، اف زد 30 تنزل على الاف على التراكتور الاصغر طبعا 90. هذا بيركب تبع 150 للقوته، يعني 150 حصان وفوق. تمام، هلا نحن بس خلينا نركز ايش بدنا. تذكرت بدنا ننقل حيوانات. طب خلينا نشوف هاي الماكينة شو حقها. هاي 16000 ما بدنا. طب خلاص معناته 16000 غالي. شوف الكلب ايش صار يلقى وراي. خلينا نيجي نحن هون نوقف. طبعا تجي انت تقدر توقف من هون تشتري الحصان اللي بدك اياها، وتقدر بتروح بتشتريهم من الكراج من محل ما بيعون وترجع نفس الشيء. راح اشتري نوعين اثنين بس، ما راح اكتر لانه ما بدي اطول كثير الفيديو. فراح اخذ هذا الاسود حلو. حاج 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 تمام. شايفين حاليا احنا عندنا حصانين هون. تمام، هلا خلينا نروح. اوكي هي شغاله. تمام، خلينا نقرب هي. خلها روحي. تمام، هلا نروح للتراكتور الثالث. امشي امشي لا تركب امشي. تمام، بعد التراكتور راح اروح اجيب الاليات اللي اشتريتهم. المهم طبعا راح احكي لكم هلا شويه هيك معلومات مهمه جزء انتم تستفيدوا منها تهمكم. نسينا هلا بورجيكم اياها هون بالشوب، نحكي لكم شوي بالشوب نقاط جدا مهمه. تعودكم عن هاي الماكينه اللي انا اللي هي اشتريت. طبعا اذا انت ما نزلت المود انا عم بحكيها، اذا انت منزل المود بحث اخر وعلى الغلطه. طيب ما في مشكله، في شيء هلا تذكرته لازم انا اسويه. راح اخذ هلا بالتراكتور هذا، اخذ صهريج المي وعبي مي واغيره غير واحد. تذكرت اشي غلط، لازم انا ما نجيب هالتراكتور، لازم جايب غير تراكتور لان هالتراكتور ما يزبط. في تعديل لازم تتركب عليه حتى نستفيد منها. المهم لازم نعبي مي. طبعا المي متاحة للجميع، اي حدا يحب يجي يعبي مي ما هو بروبلم. تجي تصف تراكتورك تسير وتقول له عبي. طبعا انا في بخطة براسي انه عم بحاول، يعني عم بحط لكم انه صار لي كم ساعة عم بلعبها بس بشان احاول انه تبلش المزرعة بهالاساسيات اللي عندك. فاذا انت عندك تقدر تشتري 6 حصن اشتري 8 حصن اشتري احسن لك. بس رح تشوفوا في شغلات رح لازم تسويها انت بشكل دوري. خلي هذا هون يصف. تمام خلاص وصلوا. وين التراكتور؟ تعال حبيبي وقف وقف حبيبي وقف وقف وقف. لا تكمل، يعني احنا ما حكينا ماكينة السماد، ما حكينا نسب شيء، فروحنا كتير مصاري. بس ان شاء الله بحق الحصن نعدل كل شيء، لان الحصن بجد بجد يفيده جدا. انا ما توقعت يوصل حق الحصان لهالسعر هذا. تقريبا الارقام وصلت معي شيء خرافي، رح افرجيكم اياه بنهاية الفيديو. هاي تكلها. تمام تمام ايوه. هلا نروح نجيب الماكينة الثانية ونشتري التعديلات اللي حكينا عليها وش نحتاج. طبعا في ماكينة ما بعرف اذا عندي حقها ما عندي حقها، بس ممكن استأجرها استئجار مشان القمح اللي عم بيكبوا وراه ما راح اشتريها، استأجرها اخلص شغلي منها وبعدين ارجعها ما بدي اياها. حتفيدني كتير، حتشوفوا بقى. استأجر وحدة ونستأجر وحدة، ايه هن اثنين يعني، هن سهولة العمل سرعته اثنين بس انت بكفي وحدة. شوفوا انا ليه جبت التراكتور لسبب واحد، ننزل على الشوب ونروح. طبعا انا هنيك كنت بس حرف البي جنب الاو، انت تقدر تجي. انا رح اشتري اول اشي هي تلزمني هي لل90. 90 هو كبير. تمام، خلينا نحط لونه اخضر على لون التراكتور. تمام، باي باي. تمام، وراح احتاج معه هي. طبعا هي في نقطة جدا مهمة عليها، كمان حط لي لونه اخضر يكون على هاي الماكينة. هون هاي في هون هاي اللي شايفين هي صغيرة لونها صفراء. هاي بس تشتروها بتصير نفس الستافة هيك مثل الابرة. تمام، بتستفيدوا من هاي اذا اشتريتوا هاي، اذا فكرتوا تشتروها. بس انا ما اشتريتها ليش؟ لان التراكتورات اللي جربت عليها كلياتهم بيركب مع هذا الراس مشان يرفعها ما يقدروا يرفعوها، كتير تقيلة عرفت شلون؟ فكانت مشكلة جدا عظيمة. يعني هاي مركبين معها تشتغل معها، بس المشكلة وقت تركب هاي على التراكتور، التراكتور ما يقدر يرفعها. فهي أهم من المشاكل اللي مريت فيها. هلا بدنا نروح، نحن نحتاج هني نحتاج هاي الطبلية مشان نحطها بهي الماكينة اللي موجودة هلا هون،
ونحتاج كمان للجريس للهاي، ونحتاج ل بس نحتاج للجريس. هناخذ حاليا بس جريس هاي لانه ما في جريس وما بدي احصد واوجع راسي بهالشغلات هاي. تمام، لانه في ماكينه رح نشتريها هلا شوي تانية مشان غير اشي. بس هلا حاليا شوفوا، انا افرجيكم شنو انه ما رح تفهم. شوف هلا هالتراكتور العادي، طبعا انتم تقدروا تشتروا هاي الشغله بدقبها هلا او تقدروا تركبوها للمدركه. شوفوا مطلع حرف الكيو تركيب التراكتور، شايفين؟ هلق منروح منصفها. في عندي واحد من التراكتورات فاضي وفي عنده مشكله، نكبس عليه تعديل، نكبس له هاي. شوفوا هاي اسمها فرونت لاندرين اند اوتو، ما بعرف شو اسمها هاي، لونها سودا، شايفين؟ تركب معنا هي، حق 1500 ليره بس. تمام، صارت مركبه. الحين نرجع رني، بس خلينا نشوف هدول وقفوا شي. والله شكله القش تعبى يا معلم، بده تفريغ. ان شاء الله بنلحق ما نطول. طبعا الجريس بدنا نحطه للحصن، تمام. وهذا رح نتركه اخر اشي نحط له ايش اسمه، خلينا نجيب هي، خلينا نعلق هي. طبعا ليش ما حطيت الجريس بقلبها؟ لانه هي مختصة للقمح، فرح يكون لنا شغل تاني فيها. بس من الجريس رح احطه مباشر. هذا جريس انا جبت، ما جبت هاي. ايش 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 يا مجنون، ايش بك مالك شايف عميان؟ ما يضربك طبعك، انا اشتريت الطبلية الغلط شكلي. لا مزبوط، هاي مزبوط، هي مزبوط، هاي نفس الجريس، هو الجريس تحول لهاي. نعم والله عندي غريدة على شلف 12، لازم نركز شوي، نشتغل شوي حتى نرد نعبي هالمصاري، لانه انا بركب سطير بهاللوحات. تمام، خلينا نحط لهم هاي اول شي هون. وات، تمام. هلا خلينا نروح نشوف الحصن شلون وضعها. الحصن حاليا بدهن بس رياضة، مي تمام، اكل شوي، بدهن شوية اوتو. طبعا مثل ما انكم شايفين حقه تقريبا 3000، رح نشتغل على تحسين السعر. وعندنا ستراي، ستراي بدنا نجيبه. الستراي هو العشب قصده، او القش، بدنا نحط له قش. بنروح على الشوب بنشتري له هاي الماكينة، نشتري هاي الماكينة. تمام هاي، بس رح نستأجرها ايجار، ما عندي حق. 105000، نريد اجيب لك 105000 شوط باليوم. 5000، الله لا يوفقكم. ايش في ليش؟ ايش في؟ بستأجرها ساعتين. لا والله بشتري جريس اشرف لي. اشتري بطنه بايلة وخلصنا. المهم بدك تشتري اشتري، بدك تستأجرها استأجرها، شي يخصك. انا ما لها علاقة، المهم راح اخذ انا هاي. تمام، وحدة بتكفي بتكفي. خلينا معناته نرد نعلق هاي ونروح نجيبها. هاي فيها شي انه تسوي لك ميكس تريتو. هاي الميكس تريتو بيفيد للبقر كتير كتير كتير، حق الماكينة كتير غالي. تمام، خلينا نروح نجيبها نعطون ونقول يا رب يا موحز. هو بس لو انه بدل انقل الشوب لعندي تصير خرافية والله العظيم. لا هاي الأداة خرافية بجد، اشتروها اشتروها بجد بجد بجد. طبعا انا ما رح افرجيكم بالتسجيل على اليوتيوب، هتشوفوا هذا الحكي، بس بدكم تشوفوها شلون اشتريتها. اشتريتها على اليوتيوب، على فيسبوك بتشوفوا البث موجود، بشوف شلون اشتريتها. ما توقعت انا هيك نحط جد، انا غير وحدة بتجنني بتجنني. انا هون عم بورجيك ايش لازم انت تضيف بقلبها حتى يطلع معك ميكس، اللي هو خليط يعني، فهمتوا شلون؟ بس ان شاء الله نعرف شلون نحط له للبقر، عفوا قال البقر، انا معلقة على ثاني سين البقر، نعرف نحط له الاكل لهذول العجول. وقت وقت وقف وقف وقف، ايش عم تسوي؟ عم تطش اللي تحتك؟ تمام، حط لي حرف الاي. تمام، بس حط لك حرف الاي معناته بلش يفضي لك. تمام، صار عندنا هون 1600. طبعا انا حترك هاي العربية هون، ما راح اخذها. تمام، صرنا ممتاز هيك الموضوع. تمام، هلا نحن عندنا هذا تمام، هذا تمام، ضل بس بدنا اوتو، وضل بدنا نشيل هذا نزوده. طبعا راح احكي لكم انا شو نزوده. طبعا هون في عندك سحته للحصان،
عندك هون نظافته للحصان، وهون الرياضة واللياقة البدنية. كل ما ارتفعت اللياقة البدنية تبعيته كل ما طلع حقه. شلون بدنا نسوي اللياقة البدنية؟ انزل من هالتراكتور، وين الباب؟ يلا نبدو باب. تح تح حبيبي تح. شوفوا الآن إلى أجمل نقطة راح نسويها. شوفوا طبعا أنت كل ما تكبس دبليو بصير يمشي الحصان بشكل أسرع، تمام؟ طبعا هلا يبلش يهرول، قول له نط. شوفوا بلش يركض. طبعا كل ما تكبس دبليو بيزيد السرعة تبعته، كل ما تكبس اس بينخفض السرعة تبعته. هلا ترى مثل هلا ترى بيقول لي انه امشي عادي هيك، وول صار يمشي امشي. اذا كبست كمان اس ستوب، تكبس اس كمان بصير يرجع راني سيارة هو رد المشي. طبعا انت وقت تمشي شوفوا هون بلش يزيد الحصان الاسود صار يزيد. هلا راح نتركك نضل عم نتمشى فيه شاط ربع ساعة في الحقول والغابات. روبن هود روبن هود يركض، شلون كانت؟ روبن هود يركض حرا في الغابات. روبن هود روبن هود روبن هود يمضي في عز. طبعا بالفيديوهات الجاية طبعا انا هون في شغلات تعلمتها كتير اليوم، طبعا بالسبع ساعات مو بس هون كمشت كذا مشروع كذا كمست كان شغله. فراح ان شاء الله انزل لكم كل فيديو نحكي لكم عن طريقة زراعة وحصاد الشغله، بس ما راح اشتري واوجع راسي واخذ هالشغلات. هي في عقود جاهزة باخذها بسوي وخلص العقد، بورجيكم شو الادوات استخدمناها وبخلكم خالصين. وبس طبعا كل ماكينة بدكم تستخدموها في منها ماكينة مصغرة ممكن تستفيدوا. تمام هلا شوفوا ايش صار فيه الحصان. طبعا في هون معلومه كمان جدا مهمه اسمه اشترا، اشترا اسمه اشترا. شوفوا هلا في هون شوفوا ايش كاتبين، كلير اشترا انه تنظف الاشترا، بتضل تكبس عليه بزر الفاره نظفت الاشترا. شوفوا مو هون تاني قبل شوي نقصت فصارت رجعت 100%. هلا انا هذا قبل ما اركبه بدي اغير اسمه. طول بالك شلون كان تغير. ايوه هاي انيكا هون بنسميه ماي لاف ماي لاف ماي لاف ماي لاف. شوفوا تعال نشوف شوفوا شلون هلا نقرب على شو يطلع لي ماي لاف. نركب ولا ماي لاف بنجون. طبعا هاي مو على طول موجودة لان هاي انت يكون خزان تعبى فيه، بس يعني امانها اللعبة جديدة بس موجودة فيها، بس يعني ما تعتمدوا عليها صراحة لانه ما دائما تلاقيها موجودة. هلا مو فضيتها خلاص، بيطلع حمل تريلا لكن نوع موجود عندك. شايفين شلون؟ هلا نبلش نفضي. شوف شلون راح يبلش هون الرقم يزيد. شوفوا شايفين شلون عم بيزيد؟ شايفين شلون؟ هذا من الاوتو. طبعا هو الاوتو تقدر انت تزرعه وتحصده عمر عادي يعني مثله مثل اي مكان ثاني ممكن تحصده. هيك خلصنا تمام. خلينا نرجع الباقي اللي معنا زاد الى الارض. سيكي ساعة انكي ساعة تمام كفي. والآن إلى الحصن الأعزاء الغوالي، نشوف إيش قد صارت أسعارهم بسوق البورصة استودي. وصلنا الآن شفتوا وصلت 8000. صار الهورس النشاط تبعه 14% ممتاز. أوف ليش كل شيء ارتفع بهالسرعة هاي؟ ليس المهم، بس حبينا نوصل هاي الفكرة. كنا نوصل الفيديو سكرنا البث. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.